عمرك مريت بحر غير امشي امشي رقمي سلام بو يا حبتي سلام بو يا حبتي سلام بو عمتكوبة عليك يعني ما يهموش بالبر بط شد 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 شدك شد شدك شد صو صو طلب لي على امي باه واطلع يزن وانا اختصبر جولايا ايه تفاجئ بالبطاطس ايه البر يا بخير بخير يا عبد يا كرمين مشيت ايه خلنا نصور نصور خلنا نصورك مش قوم يا ولد نحكي على شنو؟ شنو القطع زي طبعا غادي يخرج هاني قاعد نعمل في فيديو ونصور فيكم ميم طون هلا مع ياسر ياسر بحر وشطار وتصور ما كنت بعد الصوت تعود ما بدي بعد صرت عود يا مريم عم تعود كده رجعنا للبحر العادي يا بحر طوم ثم صرت عود شنو هي صرت عود صرت عود كلمه بيزنطيه اصلها صرت عود نعم إنها كلمة بيزنطية لا يعرفها الجميع سرطعون نعم نعم هنا نلاحظ سرطعون نعم التي أصلها كلمة بيزنطية سرطعون يقوم بحركات إحمائية رقصية مائية نعم هذا هو السرطعون شكم تاع هندي في البحر شكم تاع هندي تراور ليه يمشي سلت انا كبت ليه هذاك دويره ولا خنان يمشي اعطيها هكا اه ليه يمشي كعب سلت انا به لك دويره شويه مين نسلي على البيز وز متر وشيت شامبير فيت ركمه جا ركمه جا ذاك ركمه جا شنو في الركمه وهنا بالفعل سبحان الله نلاحظ سرطعون النينجا أمه توحمت على ناروتو بفورمة سرطعون نعم لم يعد كلمة بيزنطية بل كلمة جابونية نعم إنه سرطعون سرطعون هاي هيا بنا قدام قدام ثانك يو ثانك يو في تحضيرات إحمائية باش يعمل 4 مليارات متر غطس على الأقدام 4000 متر غطس على الأقدام لقمان ترابلسي ترابلسي لقمان نشاهدوا يعني هذايا لقطة السلحفاة الحائرة هذايا تكنيك جديدة لقطة السلحفاة الحائرة امشي غطس راسك
يغطس راسك يغطس راسك في بلاده ياسر غطسنا ورا جون سينا امشي كابا جون سينا القميد امشي اوكي ياسر منتيلك برا جون سينا امشي يوم يكذب بحق هذا البنين تاعي بطه وري الجبل اللي جا منه الجبل اللي جا منه